السلام عليكم ومرحبا بكم في شيوة جديدة من شيوة أم أنس. اليوم جيت أجيب لكم هذا الياغورت الطبيعي أو ياغورت كريمي سحري بمكونات جد بسيطة لشهر رمضان المبارك إن شاء الله. فكيف ما كتعرفوا في شهر رمضان المبارك الإنسان دائما يحتاج لتحليات وديسير بارد. فاليوم جيت أجيب لكم هاد الياغورت اللي كيكون ياغورت سائل او ياغورت طبيعي بدون طنجره بدون ماء غليان بدون طول الانتظار، يعني تبقاو تسناو فيها بزاف. فكيف ما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل، ها هو الماء كيتكون الماء من تحت سائل ومن الفوق كيجي عقد. فانا وريت لكم طبعا القوام ديالو في النهايه ديال الفيديو، كيكون بهذا الشكل ها هو. بنين بزاف، وهذا الكويس الصغير كيف ما كتشوفوا بامكان ديالكم تاكلوه هكذا او تخلطوه. اللي ما تعرف مقادير ما عليها الا تتبع الفيديو من اول حتى النهايه. الناس اللي كيزوروا القناه ديالي لاول مره فيخليو اشتراك القناه، تضغط على زر الاشتراك الاحمر صابوني او سبسكرايب باللغه الانجليزيه. ما تنساوش تفعيل الجرس باش تبقاو توصلوا بكل جديد. وما بقى لي خوتي الا نقول لكم نخليكم ان شاء الله مع الفيديو والمقادير، وكنتمنى لكم. بالنسبه لهذا الياغورت السائل اللي من الدرجه في مواقع التواصل الاجتماعي خاصه في الفيسبوك، فغادي نحتاجوا لهذا نصف لتر من الحليب. فبنتي كتبت لي هنايا في اليد ديالي غنحتاجوا هنايا نصف لتر الى الحليب، غنحتاجوا عصير حمضة كامله يعني ليمونه كامله، ياغورت طبيعي من فئه 150 غرام. ثم تستعملوا الياغورت ديال نكهة الفانيليا، فبالإمكان ديالكم تستعملوا دانون ديال لاباني. عندي هنايا جبن مثلث. بالنسبة للجبن المثلث المتوفر هنا في ألمانيا فكيكون كبير جدا، يعني كيعمل جوج من هذوك ديال المغرب. إلا كنتو غتستعملوا لافاشكري فكتستعملوا حبتين من الجبن. بالنسبة لي أنا فاستعملت هذا، ها هو اللي كنشريه دائما من ألدي. السكر طبعا كيبقى طبعا على حسب الذوق، فانا عملت ملعقه ونصف من السكر، وغادي نعمل قطيره من النكهه ديال الفانيليا. اللي ما عندهاش فكتستعمل كيس من الفانيليا يعني كيس ديال لاباني. غنقولوا ان شاء الله لتحضير الطريقه او المقادير. فبالنسبه لهذا الياغورت السائل هو فكيجي صراحه رايب، كيجي كيحمق بدون طنجره بدون ماء ساخن او ماء مغلي او بدون بلا ما تسناوه نهار كامل. فبقوا معايا ان شاء الله. صافي عندي هنا في خلاط كهربائي، انتم تقدروا تستعملوا كذلك الخلاط اليدوي. فغادي نعمل نصف لتر من الحليب بهذا الشكل ها هو. غادي نزيد عليه حبه من الجبن، نتوما استعملوا جوج لانه هذه هي هذه الحبه كتعطينا جوج ديال الحبات ديال لاباشكيري كيف ما كتشوفوا كتكون. غادي نوري لكم العلو ديالها، فاذا لاحظتوا يعني الا قسمتوها على جوج فكتعطيكم جوج ديال الحبات ديال الكيري. فانا غادي نستعمل غير وحده، ثم كتستعملوا جوج هكذا. غادي نعصر العصير ديال الحامضه، غادي نطلع هكذا باش تشوفوا معايا المراحل. صافي بهذا الشكل ها هو. غادي نضيف السكر، السكر طبعا كيبقى على حسب الاذواق ديالكم. بالامكان ديالكم تضعفوا المقادير، وكتعملوا لتر من الحليب. طبعا كتعملوا ياغورت واحد، ماشي هذا دليل، ماشي زعما انه الا ضعفتوا المقادير كتعملوا جوج ديال الياغورت فقط، كيبقى ياغورت واحد يعني كتضعفوا المقادير، لكن كتزيدوا مثلا في الحبات ديال الجبن، ومثلا كتزيدوا في العصير ديال الليمون فقط، ولكن الياغورت كيبقى واحد. غادي نزيد النكهه ديال الفانيليا او المركز ديال الفانيليا كيف ما كتشوفوا. القنينه ما عنديش عامره، فيها ربع فقط. ثم بالامكان ديالكم كتستعملوا كيس او كيسين من الفانيليا على حسب النكهه اللي بغيتوها. صافي غادي نشد على الطراب هذا الشكل ها هو، وغادي نشعل عليه. صافي غادي نجيب الكؤوس ديال التقديم فاش غادي نعمل هذا الرايب ها هو او هذا الياغورت السائل. كيجي بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. الريحه ديالو لذيذه هي. صافي كيف ما كتشوفوا هذا هو السمكه ديالو كيفاش كتجي.
وديك الجبن يعني كيعطيه واحد الكثافه كذلك. المهم فصافي ما غادي نحتاجوا لا طنجره لا حتى حاجه، غنخليوه في الثلاجه حتى يبرد جيدا لمده 5 حتى 6 سوايع. المهم غير كيبرد كتلقاو انه الطبقه الفوقانيه تكون بحال رايب بحال ياغورت، والتحت كتكون لكم واحد الطبقه واحد الطبقه اللي كتكون طبقه ماشي عاليه بزاف في القعر، غنوريكم كتكون لكم واحد الطبقه ديال الماء. ديك الماء بالامكان ديالكم تشربوه غير هذا لانه كيكون لذيذ، او بالامكان ديالكم كتاخذوا ملعقه وكتخلطوه كيولي رايب. فصافي من بعد ان شاء الله ما يبردوا جيدا وتكولي ديك الطبقه ديال الياغورت من الفوق والسائل من التحت، فصافي كتعرفوا تما في كتعرفوا بانه وجد وصافي. المهم ان شاء الله تيبردوا غنوري لكم نجوز معكم ان شاء الله لكؤوس التقديم النهائي. بردوا معايا اعزائي الكرام، هذا هو الياغورت السائل او الياغورت الطبيعي اللي حضرناه بدون طنجره بدون اي شيء. فغادي نقرب لكم ان شاء الله الكاس نقول لكم كيف كيبان. عاقد من الفوق وكتكون من تحت منه هذا السائل، ها هو كنتمنى يكون واضح. غادي نزيد نقرب لكم باش تشوفوا الصوره كيف ما كتشوفوا. بالامكان ديالكم تخلطوه وكتاكلوه بالملعقه بحال الياغورت الطبيعي السائل يعني ياغورت كريمي، وبالامكان ديالكم تاكلوا هكذا ياغورت عاقد من الفوق ومن بعد تشربوا ديك الماء، يعني الاختيار كيبقى لكم. فغنوري لكم طبعا كيفاش عامل. فهذا هو القوام ديالو كيف ما كتشوفوا معايا، كيجي صراحة بنين ولديت. بسم الله لذيذ جدا. فصافي المهم غنقول لكم ان شاء الله عواشركم مبروكة والى الفيديو القادم ان شاء الله. مع السلامة.